النجوم ما كاش في الجزائر، النجوم راهم في السما برك. شوف اليوم هنا راني دون زان موند ديبوكريت، كاين نفاق كبير كبير هنا في هنا في العالم تاع الرياضه هنا، اللي يستهل وليت فاميليا وعنده النيف وعنده شخصيه وعنده الكفاءه ما يخدمش، ممنوع عليه يخدم. كالسوليداريتي تاع باسكو علاش ما كاينش تضامن كذلك. شوف انت ما تدخلش في 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 اللعب تاعهم في اللعب تاعهم وقايتك، وزيد انت ربما تعرف كاع واش راه صاير مور الكاس، دونك ما يقدروش يخدموا معاك. لو نتكلموا على اليوم لانه قضيه مؤسفه. لا شوف اليوم وين لحقنا. شوف انسان هذا ربي يرحمه كان يوقف مع القليل مع المريض وقدم الكره الجزائريه. شوف اسمع وقف مع كل واحد مع كل واحد، دار واحد انطرا. شوف واحد انطرافا دو بروكسيميتي انون في القبه، عاون الناس ونسى روحه ونسى ولاده، فهمت؟ وزاد مد الكره، اللي ترينر في القبه لعب في القبه، لعب في اليسما، لعب في جياسكا، كان ترينر ادجو مع خالف، دار لي جو ميديتيرانيا، دار لا كوب دي موند يونيفرسيتير في المكسيك. دونك هذا هو المثل لانه علاش؟ شوف اليوم في الدنيا هذه يبقى غلف عاين. شو هذا لو كان في وقته كان قادر يدي بالك. لا كان قادر. شوف اليوم دار ما عندوش. اليوم شوف اليوم هذا كان بريزيدون تاع رائد القبه جاب لي زابارتمون مدهم اللاعبين وهو ما سياش ماموس وهو خلى الوضعيه تاعو هكذا. اليوم شوف اليوم انا حاضر لو مير دو كوبا لو شاف دايره دو ساندي قال في المود تاعو قالوا له احنا اللي راح نسوي الوضعيه تاعك. حتى اليوم بعد ما مات جاو واش قالوا لهم؟ ماشي باش يريقليو لهم لاسياسيون تاعهم، قال لهم تخرجوا من الدار. سمعتك يعني كي قلت لهم قلت ما احنا يعني عيب علينا، قلت لهم بلي حتى هذه المناسبه تاع قادة شافي باش ولينا الاكثر. صح ما عيب سمح لنا اللاعبين كما كنت نقول لك ما كاينش تضامن. سامحني انتوما ايضا كي تروحوا الى هذا مانيش نحكي عليك محمد يعني اون جينيرال كي تروحوا لي زوتوريتي كي عندكم بروكسيميتي مع مسؤولين كبار في البلاد ما تكلموش على هاد يعني المشاكل تاع هادو اللي ما لانه كل واحد عنده مشكل كل واحد ولا يضرب على روحه. هذا هو التضامن اللي ما كاينش في كره القدم الجزائريه.